فتح للأهلي فتوحة تاني إنه في أزمة في مرمى الأهلي، وإنه لطفي يقاتل من أجل منانا، وإن إكرامي خارج الحسابات. وشفنا كابتن حسام البدري في اختياراته حاطط الأجوان التلاتة في القايمة ويختار اتنين منهم للمباراة بالطبع، لكن ده وضع طبيعي. إذا لعب الشناوي هيتقال إكرامي غضبان، ويتقال إنه علي لطفي مقموص. إذا لعب إكرامي هيتقال إن الشناوي زعل علشان ما خدش الفرصة وما كملش والمنتخب. فأنا متخيل إنه الوضع هيفضل على هذا القدر من التربص الإعلامي، وخليني أقول لكم ده تربص إعلامي. لأنه ما حدش بيتكلم على أي فرقة تانية عندها حراس أو عندها لعيبة. هذا أداء أعور. يعني مش فاهم أنا، يعني لو أنت ما كنتش ما جبتش علي الكابتن علي لطفي كان هيقول لك أزمة حراس المرمى ونقص الحراس. جبت علي لطفي أزمة حراس المرمى وضغوط علي لطفي. اولا اي لاعب يجي النادي الاهلي عارف انه عليه ان يقاتل حتى يجد مكانه بالظبط، فهو مش جاي عشان نقول للاعيبه اللي عندنا اقعدوا بقى جالكوا الوحش. هو وحش وكل حاجه بس هياخد وقته، هم وحوش وهم وحوش. انما هو هياخد وقته. والراجل اللي قال انا زعلان ولا شفته مره في تعبيرات وشه انه مستاء ولا حاجه، يعني هو جاي على وضع هو عارفه.